جبهة الحق أيها الشباب أيها الشابات، خسارة ماكو من تكون مع الحق، ماكو خسارة. إذا قتلت فأنت شهيد، فوز ما بعده فوز. وهذا حج قاسم وأبو مهدي كانوا عشاق الشهادة، أحمد مهنا حججي جهاد مغنية، دول الشباب عشاق الشهادة، عشرات الآلاف اليوم عندنا من عشاق الشهادة، مئات الآلاف بل الملايين. إذا استشهدت فوز، إذا انتصرت فوز، وأخرى تحبونها نصر من الله. إذا جاء النصر فوز، إذا الشهادة فوز، وإذا مت هكذا دون شهادة ودون انتصار وأنت على طريق الحق فأنت أيضا فائز وشهيد. ولهذا الحضور في جبهة الحق وأن نحمل روحنا على أكفنا، هذا فوز ونصر وبركة وعزة إن شاء الله.